استمرينا معاك يا كابتن ايمن لواحد من اللعيبه والنجوم الكبار. عايز ابارك لك النهارده على البطوله رقم 14 لعلي معلول مع النادي الاهلي. رقم مظبوط يا كابتن علي، 14 بطوله مع النادي الاهلي النهارده، البطوله رقم 14 لعلي معلول مع النادي الاهلي. والله ما مش بعد، لكن الحمد لله بطوله جديده تنضاف ليا مع جميع الالقاب اللي توج بها مع النادي الاهلي. الحمد لله لقب غالي مع المنافس المباشر لنا نادي بيراميدز. الحمد لله اليوم شخصية النادي الأهلي والروح اللي كانت موجودة عند اللاعبين خلتنا نحسم اللقاء متاعنا بعد ما كنا متأخرين في النتيجة، لكن الرغبة والحماس كان موجود. الحمد لله ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي وكل اللاعبين والإطار الفني والإطار الإداري على اللقب هذا، وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة للنادي الأهلي. علي معلول بالنسبة لجماهير النادي الأهلي بتبقى شخصية النادي الأهلي، مش في مجرد هدف، في رياكشن كورة، في رد فعل على كورة، بيتصف أو الجماهير بتوصف أن علي معلول أقرب اللاعبين لشخصية النادي الأهلي، أكنك مولود جوه النادي الأهلي. علي أكيد شرف كبير أن نسمع الكلام هذا من جماهير. أكيد أكيد أكيد، لا إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله في قادم الفترات الجاية، وإن شاء الله ديما نادي الأهلي رقم واحد إن شاء الله. كابتن نبيل معلول واحد من رموز كرة القدم التونسية، قال علي معلول مش رمز بس لتونس، أصبح رمز للوطن العربي، رمز لينا كتوانسة، بنفتخر بعلي معلول كواحد من نجوم مع النادي الأهلي. أكيد سي نبيل من المدربين المقربين ليا برشا، تعاملت خدمت معاه في فترة المنتخب التونسي، أضاف لي الكثير من المعلومات ومن الثقة، كلام نعتز به ووسام على صدري كي نسمع مدرب كبير كما سي نبيل معلول يقول عليه الكلام هذا. إن شاء الله ديما نكون عند حسن ظنه، وإن شاء الله نتقابله في ظروف ديما باهية إن شاء الله. مسؤولية كبيرة جدا على علي معلول إن دولة كبيرة بحجم تونس إن يكون فخر ليها أو واحد من اللعيبة اللي بتمثل تونس جوه النادي الأهلي وينال الحب الكبير في الكرة المصرية زادها يا كابتن علي. أكيد، لكن فما لاعبين كبار في تونس، مش علي معلول فقط، لكن عندنا لاعبين ممتازين ينشطوا في البطولات الأوروبية أو العربية. حاجة باهية أن نكون موجود في مصر وبحب الجماهير هذه الكل، إن شاء الله يا ربي كما قلت لك دائما نكون عند حسن ظننا إن شاء الله. شكرا كابتن علي، بالتوفيق دائما بإذن الله.